سامي ربما الجمهور لم يسامحك لحد الآن على تصريحك لما جاء بالماضي وقلت أن المنتخب أكبر منه. أنا شوف أنا مهم قصة المهم جمال ما كانش المنتخب الوطني. جمال ما كانش حتى في الليستة تاع لي زونطينور وما نرجع ما خافش نقول هذاك المهم كان الفريق الوطني ما كانش كان يمر بست نتائج سلبية قلت أنا لازم مدرب كبير. الصحفي هذا قال لي واش رايك في خالد الماضي ويقول الماضي يقول نو ما يليقوش هذا المهم يجيبوا الزونطينور ويجيبهم معاه. جا مرزا ويدار ديريجير دار مبروك عليه وهذا صوت البلاد تاعنا. انا ما عنديش نفاق ونافق على زوج انا قلت وهذو اللي انا دروك لو كان جمال جا وما حقش نتائج هما اللي وليت يديروا عليه انا ما نتاليش عليه فهمت. هذو اللي يكتبوا فيهم هذو اللي يكتبوا هذو اول اللي يدوروا عليه دي بلوك بزاف من المدربين واللاعبين كره القدم فرحوا الجزائر وداروا عليه ورفعوا الاعلام وداروا بزاف داروا عليهم كاع الفوتبول انجلا نقولها لك ما اكيد هذو الناس اللي يهضروا بجمال هكذا.